انا متحمسه للمبادره دي من اول ما سمعت عنها، من اول ما عرفت ان في ناس وعلى راسهم استاذ احمد مراد اللي هو اصلا روائي، يمكن من الاكثر تداولا او من اكثر كتاب اللي الناس بتحب تقرا لهم. انا كنت سعيده ان اتعملت المبادره دي عشان الجيل الشاب بقى محتاج نرجع نفكره باهميه الكتاب واهميه القراءه. انا لسه كنت بقول لهم انا من المتعصبين جدا للكتاب، انا ما بعرفش اقرا كتاب على اونلاين، بحب امسك كتاب ورق واقراه، وبحب ان انا اتناقش مع ناس بحبها، ما بحبش انه يبقى بس فعل فردي يعني انا قريت الكتاب وخلاص. في احد الافكار في ايريدنك انت تشارك الاخرين الكتب اللي انت قراتها وتشجع الاخرين على الكتاب. ضروري جدا تظاهرات زي دي في غاية الأهمية، مش بس مهمة عشان احنا في وسط السوشيال ميديا واليوتيوب وكل الحاجات دي بقينا ننسى تماما ان في حاجة اسمها كتاب. فعشان كده انا يعني شايفة ان دي مبادرة عظيمة، وشايفة ان برضو ان مهرجان القاهرة السينمائي يتبنى التظاهرة دي ويدعمها في ضمن فعاليات، وانا شايفة برضو ان ده دليل على قد ايه المهرجان ده هو مش بس مهرجان مظاهر، هو مهرجان فعلا بيهتم بدعم الثقافة في مصر. انا رايي ان الدوره رائعه، انا ما حضرتش الافتتاح بس انا بحضر افلام كل يوم، انا شايفه ان التنظيم واختيار الافلام، وشايفه ان الندوات والكورسات اللي بتحصل في النهار مش بس الافلام اللي بالليل، التنظيم من الضيوف المدعوين على مستوى اكتر من ممتاز الصراحه، وهو فعلا بيشرف مصر ويليق باسم مصر الصراحه. شفت، مش هقولك اكتر حاجة عجبتني، شفت فيلم النجوى النجار اسمه بين الجنة والأرض، فيلم عجبني فلسطيني. شفت دلوقتي فيلم دوكيومنتري للمخرجة مريان خوري، شفت دلوقتي فيلم المخرج إليا سليمان برضو It Must Be Heaven اللي كان في كان. لا في أفلام مهمة جدا الحقيقة، ولسه متحمسة ان انا اشوف كمان. لا في مشروع لعمل فني جديد بس هيكون تصويره برا مصر، هيكون عمل عربي مشترك وتصويره برا مصر. لا مسلسل، لا ما اقدرش اقول لك عشان لسه ما مضيتوش، بس احنا بنتفق على مسلسل هيكون بره مصر، وهبقى اقول لكم اول ما اعرف التفاصيل. شكرا.